السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خاوتي اخوتاتي، نحييكم في هذا الفيديو الذي من خلاله أقدم لكم كيفية تغيير اللغة في اليوتيوب في أجهزة الإيكون. كثير من المتابعين ذكروا أنه لقوا صعوبة في كيفية تغيير اللغة في اليوتيوب بالنسبة لأجهزة الأيكون. اليوم سنقوم مع بعض في كيفية تغيير اللغة. إذن أول شيء نذهب إلى الإعدادات، ثم إلى التطبيقات الأبس، نذهب نختار اليوتيوب، فعند اختيار اليوتيوب تأتي الصفحة وهي الصفحة الرئيسية لليوتيوب. نختار من خلالها الإعدادات البارامتر كالتالي، ثم هنا عندنا البحث الرئيسية ميوزيك فيديو أبونمون بيبليوتيك بارامتر أو الإعدادات. نذهب إلى هذه الخانة وهي خانة الإعدادات كما ترون، ثم نذهب إلى اللغة هكذا، نضغط على اللغة وهنا لدينا اللغة الفرنسية. إذا أحببنا أن نغيرها إلى أي لغة ومنها اللغة العربية فيكفي أن نضغط على اللغة ثم نتجه بالسهم الأيمن من الريموت كنترول أو لوحة التحكم، نضغط على اللغة فهنا أني مختار اللغة الفرنسية. ننزل إلى الأسفل هكذا فنجد اللغة العربية. إذن نختار اللغة العربية، نضغط هكذا ثم تأتي هذه الزر، نضغط على كونفيرمي أو تأكيد التغيير هكذا. إذن الآن نستطيع أن نقوم بالبحث باللغة العربية. إذن مثلا هنا إذن لاحظوا أننا نستطيع أن نبحث بأي لغة العربية، مثلا نبحث عن مثلا كلمة الطبخ مثلا هكذا، ثم نضغط على بحث إذا أردنا أن نريد اختيار أي لغة أخرى يكفي كما سبقت أن نذهب إلى الإعدادات هكذا ثم نضغط على اللغة ثم اختيار اللغة ثم نختار أي لغة أريد أن أتصفح بها اليوتيوب، مثلا نريد تغيير تأكيد التغيير
اللغة الفرنسية. وهنا قد تحصلت على أو تعلمنا كيفية استخدام أو تغيير اللغة التي نريد أن نتواصل معها باليوتيوب. هذا الأمر بسيط، أمر سهل، ودائما نحن في فريق الأيكون كما ذكرنا في الفيديو السابق يعدنا الفريق الداعم لليوتيوب بإضافات جديدة في التحديث القادم. ننتظر التحديث القادم وانتظر معنا المفاجآت التي تسرنا إن شاء الله جميعا. في الأخير أتمنى أن تدعموا هذه القناة بوضع لايك، الاشتراك، وتفعيل زر الجرس، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله. شكرا لكم.